محفوظ. ومين قال لك انه فرد الايد ما بيصير الا بالمصاري؟ شو قصدك؟ واضحه لك دبه، ما بدها حدا يفسرها حبيبتي. يوم حملي بنتك قالب جاتيو، يوم باني اسبانيان، يوم مجمع شوكولاته، اشتغلي لطقم نزالات من اللي بتشتغليهم للبيع وابعتي لها اياهم. طعم التم تستحي العين، وانتي زين العارفات. ايه انا مستعده بس بخاف تخجلني. ما بتخجلك ما بتخجلك، بتضلي دبي انتي، جربي وشوفي. وعلى كل اذا خجلتك انتي جيبي الهدايا لعندي، انا بوصل لها اياهم. لا انتي ارتاحي، انا بوصل لها اياهم بايدي. بس انتي هلا قومي وفهمي لي منها شو القصه واحكي معها ولطفي الجو. بكره بشوفها. وليش مو هلا؟ هلا عندها ضيفه. وانت شو عرفك؟ سمعتها لما فاتت اي دخلت. يلا مو مهم، لانه انا لما فتحت العلبه كان مصنبع فيها ومعوج هيك على جنى. رجعت انا سمعت الاخبار، طلع شيء ما بيصير، سكرته طفيته وحليت تمي هيك شيء يعني، لانه نايمين كانوا اخذين قيلوله هن. هلا هنا انا زعلانه منك، هاي صلي جاي لعندك مرتين ولا هلأ ما زرتيني؟ خلاص وحياتك بقرة فرصة بيجي لعندي. طيب هنو شو رأيك نزورها بكرة؟ اسمنا بكرة ما عنا شي. أهلا وسهلا، وإحنا كمان ما عنا شي. لا بكرة أنا ما بقدر، خلاص إن شاء الله بقرة فرصة. لا هنو لا تقف فيها لبعيد، خلينا نروح بكرة بعدين بتزعل هي، منروح بكرة. إيه خلاص هنا بكرة بانتظاركم. إن شاء الله رح تلفلك قبل ما نيجي. حلوين أوعيكي، منين شاريتيو؟ جاب لي اياهم جوزي معه من باريس. حلوين، يا ريت يكون في مثلهم هون. في مثلهم هون. انت شو دخلك ان كان في منهم هون ولا ما في منهم؟ عم بتطمن مشان اشتري لك مثلهم، بيطلعوا عليك حلوين، اكيد بيطلعوا حلوين هنو. لا شكرا، انا مو لازمني اواعي، عندي اواعي كثير. لا ما قصدت، بس ما شاء الله رفيقتك يعني هي حلوه واواعيها حلوين. والقالب غالب. يعني هي حلوة والطقم حلو، صارت قطر. يا بخاف لقى بإيدي قوم تدبق. جرب. بخاف جرب تقوم تلزق إيدي ما تعود تنقبع. حلوة تنقبع. ايه بسيطة بقطع لك إياها. لا أنا حرام عليكي. عم امزح. على كل ميرسي كتير أستاذ جميل على هالمجاملة، كلك ذوق. ماما قوم شوف ابنك شو بده. عم ينادي لك إليك. ماني قايمة، قوم أنت شوف شو بده. حاضر عن إذنك. ولك هنا تعالي قلي. نعم. متغير كتير جوزك عن أول، كأنه مو هو. شو قصدك ما فهمت عليكي؟ يعني بأول زيارة أجيت فيها لعندكم كان ما يقدر يتطلع بعيوني. بالأول كان مستحي، بس زيارة ورا زيارة.